كتاب رياض الصالحين باب استحباب صوم الاثنين باب استحباب صوم الاثنين والخميس عن ابي قتاده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعث او انزل علي فيه رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس فاحب ان يعرض عملي وانا صائم رواه الترمذي وقال حديث حسن ورواه مسلم بغير ذكر الصوم وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله يتحرى صوم الاثنين والخميس رواه الترمذي وقال حديث حسن اللهم صل وسلم على نبينا محمد.